للعودة مرة أخرى للأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر ينضم معنا عبر سكايب. أستاذ مصطفى مرحبا بك مرة أخرى. مرة أخرى وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى، يعني كيف تراقب هذه الأنباء وهذا الكشف لهيئة النزاهة عن عمليات تجنيس لأجانب يقال إنهم إيرانيون؟ يعني هذه الحوادث هي حوادث حقيقية شهد العراق منذ احتلاله عام 2003 الكثير من هذه الممارسات التي تهدف إلى أحداث التغيير السكاني في مناطق معينة من العراق حصلت في شمال العراق وتحديدا في محافظة التأمين ومدينة كركوك وما جاورها على شكل بشكل خاص، حدثت في حزام بغداد والشمالي والجنوبي، وهناك أيضا مناطق أخرى يجري استهدافها أيضا في شمال غرب العراق في سنجار ومحيطها، هناك الكثير من أو العديد من المناطق التي يجري استهداف سكانها بالتغيير السكاني ويتم إما إجلاء سكانها المتبقين بعد أن أبيد عدد كبير منهم بالجرائم الإرهابية والتي مارستها العصابات الطائفية وفق ما يسمى بعمليات التطهير العرقي والعمليات التطهير الطائفي، ويتم إحلال كتل سكانية بديلة عن هؤلاء أهل المناطق الأصليين من خلال تجنيس أعداد كبيرة واستخدامهم من خارج العراق. هناك الكثير أو هناك يعني محققون تم اغتيالهم، هناك ضباط أيضا تم اغتيالهم نتيجة تعاملهم بهذا الملف. من وجهة نظرك يعني من الأطراف المستفيدة من عمليات التجنيس هذه مع ذكركم مشروع التغيير الديموغرافي؟ يعني هناك طرفان أساسيان يتحددان حسب المنطقة المستهدفة، في محافظة التأميم شمال العراق وفي سنجار التابعة إلى محافظة نينوى والكاهن شمال غرب العراق القريبة من المثلث الحدودي العراقي التركي السوري، الأطراف الكردية هي المسؤولة سواء من قطاعيات آل طلبانية وقطاعيات آل برزاني، هي المسؤولة عن عمليات التغيير الديموغرافي وتجنيس واستقدام هؤلاء الأجانب من خارج العراق وإحلالهم في هذه المناطق لإحداث أغلبية سكانية لأغراض عرقية. أما في مناطق شمال وجنوب بغداد ومناطق أخرى من العراق فإن العصابات يعني وأيضا مسألة التغيير السكاني في جنوب العراق والفرات الأوسط، فالعصابات الإرهابية الإيرانية هي المسؤولة عن هذه الجرائم، وفي كل الأحوال فإن هذا العمل الإجرامي يعني ينطلق من دوافع وأهداف احتلال العراق، هذا يرتبط بمشروع تدمير العراق وتغيير هويته العربية والإسلامية وقطع جذوره بمحيطه العربي، وأيضا يعني قطع صلته بتاريخه البديل. طيب أستاذ مصطفى، البعض يقول ويرى أن هناك الكثير من الدول تستقبل ما يزيد على ربع مليون مهاجر كل عام ويمنح الجنسية لمن يهاجر إلى هذا البلد، ولكن هنا هل العراق له خصوصية؟ ما برأيك؟ يعني تلك البلدان إما أن تكون بحاجة إلى أيادي عاملة أو سكان أو يعني اعتبارات اقتصادية يجري استجلاب العمالة إليها وتجنيس بعض الخبرات أصحاب الخبرات والكفاءات. في العراق لا يوجد نقص في العمالة ولا يوجد نقص في السكان، الذي يجري هو عملية تجنيس وعملية استخدام كتل بشرية كبيرة لأغراض التغيير الديموغرافي وليس تعبيرا عن حاجة العراق لسكان إضافيين أو لكفاءات في تخصصات علمية ومهنية محددة. يعني يجري الأمر لأسباب سياسية
ويجري ايضا في اوضاع غير مستقره، وبالتالي هنا مصدر الاختلاف بين العراق وحالات دوليه يعني اخرى في العالم. على سبيل المثال كندا عندما تجنس تفتح باب التجنيس لانها تحتاج الى سكان وتحتاج الى كفاءات معينه في تخصصات بعينها، ولذلك هي تطلب انواع محدده من هذه التخصصات لكن من عاملي هذه التخصصات. اما في العراق فيجري استجلاب كتل بشريه كبيره لاحلالها محل سكانها الذين تم قتلهم او تهجيرهم لاغراض عرقيه او لاغراض طائفيه، وهذا مسجل في كل المنظمات الحقوقيه الدوليه والعربيه والعراقيه ايضا. وهناك انا اطلعت قبل سنوات على صور للاقمار الاصطناعيه التي تتحدث عن مناطق التي جرى فيها يعني اباده سكانها وتغيير معالمها وهدم بيوتها وبالتالي بيوت اصحابها وبالتالي استجلاب اخرين لسكن محلهم. فاذا الامر يتم في وضع امني غير مستقر، ووضع اجتماعي غير مستقر، ووضع اثاره فتن طائفيه وعرقيه، ودون الحاجه الى عدد من الاضافي من السكان، ودون الحاجه الى اي تخصصات. بالعكس العراق يطرد تخصصاته، يطرد ابنائه، يطرد كفاءاته الى الخارج ويشتتهم ويتعامل معهم بعنصريه وبطائفيه. مع ذلك يعني رغم ذلك هناك محاولات لتمرير قانون منح الجنسيه للاجنبي المقيم في العراق لمده عام واحد. كيف تنظر إلى موقف الحكومة من هذا المشروع وهذه المحاولات؟ يعني هذه المسمات حكومة وأنا أسميها عصابة، هي التي استولت على العراق منذ عام 2003، هي أدوات تنفيذ هذا المخطط الإجرامي الذي يعني يستهدف أمن وسلامة ووحدة العراق ووحدته الاجتماعية ووحدته الجغرافية ووحدته السياسية. وبالتالي فكل القرارات التي تقوم بها او تصدرها هذه السلطه الغاشمه وهذا البرلمان التابع لهذه الاحزاب والعصابات الميليشياويه الارهابيه العديده هم يعني ضالعون اساسيون في هذا المخطط، وهم ادوات تنفيذه على الارض. من الذي يقوم بتهجير السكان؟ يقوم بتهجير السكان يعني هذه العصابات الإرهابية سواء الطائفية منها أو العرقية. طيب. من الذي يصدر قوانين لتغطية هذه العمليات؟ العصابات التي في البرلمان سواء وهي عصابات إرهابية طائفية أو عرقية. وهكذا يعني هذه السلطات بطابعها التشريعي وبيعني الجزء التشريعي منها وبالجزء التنفيذي وبالجزء القضائي ايضا كلها متعاونه على طريق تنفيذ هذا المخطط الاجرامي بحق شعب العراق، وهناك وسائل اعلام ايضا تروج لها وابواب دنيئه يعني تحاول ان تنشر هذا المخطط وتعززه وتعمقه بين ابناء الشعب العراقي. في ظل البنى التحتية في العراق المدمرة، البنى الخدماتية المدمرة، ازدياد عدد السكان، الزيادة السكانية، كل هذه الظروف يعني قلة أو انعدام فرص العمل، وهذه التظاهرات التي يعني تفجرت في العراق وإلى الآن لم تلبى مطالبها وهي تظاهرات سلمية، نسمع عن تجنيس أو عمليات تجنيس، ترى يعني كيف سيكون شكل العراق؟ يعني محل المواطن العراقي على المستوى البعيد، كيف سيكون المشهد في العراق في مع استمرار عمليات التجنيس؟ أولا يجب أن نشير إلى أن هناك مبالغات لأسباب عديدة في أعداد سكان بعض المحافظات بعينها، ولا أخصص هنا محافظة التأميم وبعض محافظات الفرات الأوسط وجنوب العراق، هذه يجري التلاعب بزيادة عدد السكان فيها لأسباب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وطائفية وعرقية أيضا. بس لكن مع ذلك يعني هو الهدف كما قلنا تغيير هوية العراق وتغيير بنية العربية والإسلامية وتغيير بنيته الاجتماعية
وهذا عليه الكثير من الخطوات. يعني هو لا يجري فقط في عملية التجنيس، هناك عملية تجنيس، هناك عملية إزالة المعالم الحضارية، هناك تشويه التاريخ، تشويه المناهج الدراسية، هناك اكتفاء مئات الآلاف من أبناء العراق وتهجير الملايين منهم، قطع الأرزاق في محافظات ومدن بعينها. كل هذا ضمن مخطط تغيير بنية المجتمع العراقي وتغيير هويته العربية والإسلامية وقطع جذوره مع أمته ومع تاريخه المجيد، تدمير المتاحف، إشاعة الجهل، إشاعة الطائفية، كل تجنيس هؤلاء، استذلاب هذه الكتل البشرية، كل هذا يصب في مخطط تغيير بنية المجتمع العراقي وجعله مقطوع الجذور بكل ما كان ينتسب إليه من صلات ومن قيم ومن عادات وتقاليد. شكرا لكم أستاذ. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر سكايب.